والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب. شكرا دينا فكري. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. التقى وزير البترول طارق الملا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي أنهت أعمالها بتونس اليوم، وأكد الملا حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة في إطار تعظيم فرص التعاون المصري الأفريقي. من جانبها أعربت سكرتير عام المنظمة عن اعتزازها بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، خاصة فيما يتعلق بجامعة سنغور للتنمية في أفريقيا التي تستضيفها مصر على أرضها. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر تنفيذ مصر لخطة واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال لقائه المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أشار شاكر إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والأجانب. سجل رأس المال السوقي مستوى 823 مليار و 900 مليون جنيه وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 12515 نقطة، أغلق عند مستوى 12523 نقطة، ومرتفعا بنسبة 6%، كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2388 نقطة، أغلق عند مستوى 2408 نقاط، ومرتفعا بنسبة 84%، وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3482 نقطة، أغلق عند مستوى 3502 نقطتين، مرتفعا بنسبة 56%. إلى أسواق المال الخليجية، تراجعت الأسهم على خلفية تسجيل أسعار النفط تراجعات أسبوعية في آخر تداولاتها العالمية في السعودية. هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.8%، فيما تراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 0.9%. هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.2%. قالت وزارة المالية الكويتية إن عجز الموازنة انخفض بنسبة 72.2% ليبلغ نحو 9.071 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022. أضافت الوزارة أن عائدات النفط ارتفعت بنسبة 84.5% لتصل إلى 16.022 مليون دينار، ما يوازي نحو 52.690 مليار دولار. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام ودينا لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.